شوية. اهلا وسهلا بكل متابعينا متابعي موقع بصراحة الاخباري في كل مكان. معكم في هذا البث المباشر الجديد عبد الله حسين. احنا دلوقتي هنتكلم معاكم عن قضية اثارت طبعا يعني الرأي العام المصري خلال الساعات الماضية، وهي مقتل طبعا الاعلامية شيماء جمال بعد تغيبها حوالي او منذ 3 اسابيع. طبعا يعني كل تفاصيل الواقعة هتكون مع المستشار ابراهيم طنطاوي، محامي شاهد الاثبات الوحيد في هذه القضية، جريمة قتل الإعلامية شيماء جمال. هيكلمنا بالتفاصيل عن هذه الواقعة وما تم في التحقيقات خلال الساعات الماضية. مرحب بحضرتك على موقع بصراحة الإجباري. اهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. حضرتك حضرت التحقيقات وحضرتك محامي شاهد الإثبات الوحيد في هذه القضية. تمام بالظبط كده. تمام، كلمنا بقى يعني عن الواقعة بدأت إزاي وإيه اللي تم حتى الآن. الواقعة ان منذ حوالي شهر و5 ايام تم استئجار مزرعة في منطقة ابو سوير علشان زوج القتيلة يرعى فيها بعض الدواب والخيل علشان عنده اولاده بيحبوا يركبوا خيل، فطلب من شاهد الاثبات ده البحث ليه عن مزرعة في حدود ان هي ما تزيدش عن 10,000 جنيه. وبالفعل الشاهد اللي على زوج المقتولة تمكن ان هو من العثور على مزرعة في حدود طلبات الزوج ذو الحيثية، ونتيجة لده قام ببعض التشطيبات في المكان اللي تمت فيه واقعة القتل. وفي اليوم اللي تم فيه واقعة الوفاة حضر الزوج ذو الحيثية والإعلامية المتوفية شيماء جمال، وحصل يعني سباب متبادل ما بين الزوج وما بين المقتولة. السباب ده كان يعني وفقا للثابت بالتحقيقات ان السباب ده كان بيتضمن يعني تهديد بافشاء بعض الامور او حاجات من هذا القبيل، ونتيجة لده الزوج ذو الحيثية حاول ان هو يعني يعتدي على المقتولة وقام بضربها بظهر الطبنجة 3 مرات. ولما فقدت الوعي تقريبا حاول ان هو يمسكها من السكارف اللي هي كانت لابساه او حاجة، فحدثت واقعة الوفاة. بعد كده الشاهد حاول ان هو يهرب من مكان الواقعة، ففوجئ بان المستشار يهدده بالسلاح اللي كان الشاهد شاف جريمة القتل وهي بترتكب شافها بالسلاح. بالظبط زي ما هي. واحنا وصلنا للجزئية اللي هي الخاصة بإيه؟ ان هو إن حاول الشاهد حاول الهروب ولكن المستشار ده هدده بالسلاح الخاص بيه وقال له أنت لو هربت أنا هقتلك ولازم تبقى موجود معايا، ونتيجة لده انصاع الشاهد للزوج ذو الحيثية وقام بإغلاق المكان اللي تم فيه واقعة القتل. ولكن كان دوره هو ان نتيجة لوزن المتوفية تقيل ان هو للأسف الزوج ده طلب من الشاهد ان هو يعاونه في نقل الجثمان. بعد نقل الجثمان طبعا الزوج ذو الحيثية رفض ان هو يبلغه ايه اللي حصل في الجثة، لكن الشاهد استنتج ان هي ما طلعتش بره المزرعة لان هو العربية كان عاوز ينقلها منين؟ من المزرعة؟ كان عايز ينقلها من المزرعة. بس بعد كده الشاهد في تحقيقات النيابة العامة قال ان على الرغم من ان هو كان داخل غرفة على الرغم من ان هو كان داخل غرفة مغلقة لكن السيارة الخاصة بالزوج ما طلعتش بره المزرعة. ومن هنا طبعا ونتيجة ل يعني ان اللي تم تكليفه بالتحقيق
هم صفوة رجال القانون في مصر استنتجوا ان مكان اخفاء الجثة هو المزرعة. ولما طبعا كافت وسائل الاعلام قالت ان تم العثور على الجثة، فدي نتيجة حتمية جدا، لان التحقيق استمر اكتر من 20 ساعة. 20 ساعة بيحقق مع الشاهد اكتر من 5 مستشارين او محققين من نيابة استئناف القاهرة، تم انتدابهم من النائب العام علشان الزوج ذو حيثية، وفور انتقالي لنيابة حوادث الجيزة تم اختار النائب العام. وكان نيابة حوادث الجيزة بكل أعضاء النيابة من أول رئيس النيابة محمد بيه صلاح للمستشار محمد طلبة اللي هو كان دقيق وكان ليه دور كبير جدا في كشف الواقعة. وصلنا ان احنا النهاردة جهات التحقيق كشفت كل تفاصيل وكل ما حدث في هذه الجريمة. ومن هنا انا عايز اقول ان على الرغم من ان البيان الصادر من النيابة العامة اكد ان صدق رواية الشاهد دي وان جاري استكمال التحقيقات معاه، الا ان بقول الموقف ده بيقول ان اي حد حصلت جريمة قدامه ايا كان صفة المجرم ده ايه لازم يبلغ جهات التحقيق. وانا من واقع التجربة ان النيابة العامة اهتمت بالبلاغ بشكل انا ما كانش متصور ان ده يحصل، وان يتم التحقيق مع الشاهد لمدة 20 ساعة علشان يتم الوصول لحقيقة الواقعة. اي حد يشوف حاجة قدامه لازم يبلغ جهات التحقيق بسرعة. تمام. علاقة الشاهد بالمتهم في هذه علاقة الشاهد كانت منقطعة من فترة كبيرة، بس هو معرفة من أكتر من 15 سنة. نتيجة لأن الزوج اللي هو اللي مسؤول عن واقعة القتل راجل ذو حيثية، فطلب من الشاهد ده إن هو البحث ليه عن إيه؟ عن المزرعة، عن مزرعة، علشان المزرعة دي اقنعوا فيها ان هو عايز يربي فيها بعض الدواب علشان يضحي هو وبعض اللي بيعملوا معاه، يعني ان هو يحتفظ فيها بالاضحيات اللي هيتم ذبحها في عيد الاضحى المبارك. تمام. فالشاهد بحث له فعلا عن المزرعة دي وخلاه يستأجرها وقام فيها ببعض التشطيبات، علشان الزوج ده مش هيقوم ولا هيباشر أعمال التشطيبات مع الصنايعية بنفسه. هي دي كل العلاقة، لكن ده زوج وزوجة، فما ينفعش ان احنا نقول ان يعني حد الشاهد على الواقعة. بعض المواقع الإخبارية اللي بتنقل وبتقولك ده شريك، هو شريك ازاي؟ زوج وزوجة. ايه اللي دخل العامل او اللي مسؤول عن التشطيبات او اللي بيتولى متابعة التشطيبات او الكلام ده كله ان هو شريك في واقعة ملوش صلة بيها غير ان هو شاهدها بنفسه؟ والنيابة العامة كان بيانها دقيق ومحدد ان جاري استكمال التحقيقات وان صدق كل اللي ابلغ بيه شاهد العيان. وعايز اضيف كمان ان شاهد العيان اول لما هرب من الساحل الشمالي جه هو واسرته كاملة وحكوا اللي حصل، وكان الزوج ذو الحيثية ده بيهدده بعلاقاته الكبيرة جدا وبيقول له ان يعني انا اعرف فلان واعرف علان واعرف الكلام ده كله، لكن اول لما جالي قلت له احنا في دولة قانون، احنا في دولة حبست 2 رؤساء جمهورية، مجرد سكوتك لو ما رحناش بلغنا بنفسنا ده هيعتبر تستر عن الجريمة، وأفضل حاجة هو إبلاغ النيابة العامة باللي حصل. وبالفعل توجهنا إلى نيابة الحوادث اللي كانت أكتر من يعني كانت على قدر الموقف، بس بشكل أنا ما توقعش إن ده يكون غير في دولة من الدول الحديثة. حضرتك
حضرتك يعني شاهد الاسكات جه لحضرتك قبل ما يدني باقواله في اي مكان بالظبط، وانا انتقلت بصحبته وهو كان يعني نفسه ان هو يبلغ جهات التحقيق بس مش عارف يتوجه فين بالظبط، ومش عارف الاجراء اللي هو هياخده ده صح ولا غلط، وخصوصا ان الزوج ذو الحيثية ده بيقول له مجرد ان انت شفت الموضوع انت تبقى ممكن تكون مسؤول معايا عن الواقعة، وان هو كان مصمم ان هو يخفيه في اي مكان بعيد عن اعين جهات التحقيق. ايه الخطوات اللي حضرتك اتخذتها بعد ما ابلغ حضرتك بالجريمه وان هو عايز يدلب اقواله؟ فضلت موجود بصحبته في داخل المكتب اللي حضرتك موجود فيه، والصبح انتقلنا على نيابه حوادث الجيزه اللي يعني انا عمري ما شفت اهتمام بالقدر اللي اهتموا بيه اللي اهتموا بيه بالبلاغ، وتم التحقيق في كل الوقائع بشكل اكتر من دقيق. تمام. هل الشاهد حتى الان متهم في القضيه ولا هو مازال شاهد؟ هو وفقا لبلاغ النيابه العامه البيان الصادر من النيابه العامه بتقول ان جار استكمال التحقيقات، وان الحقائق الماديه عمرها ما بيتم تزييفها. الحقائق الماديه بتقول ان حدثت مشاده ما بين المستشار، وان طبيعي جدا ان المستشار ده عمره ما هيدي السلاح الميري بتاعه لحد، فطبيعي ان اللي يبقى اللي مسؤول عن الواقعه هو الزوج ذو الحيثيه، وان الشاهد ده مجرد مشاهدته للجريمه نفسها فده ما يعتبرش في القانون اشتراك. والثلاث يعني الفتره اللي ما بلغش فيها احنا اثبتنا بالادله القطعيه ان هو كان السيد المستشار او الزوج ذو الحيثيه ده كان بيحاول يهدده وكان تحت سيطرته، واول لما تمكن من الفرار هو اللي اقدم على الابلاغ بنفسه للنيابه العامه. الفتره اللي استمر فيها الشاهد ان هو ما قالش باقواله وقالش ان في جريمه قتل، يعني استمرت قد ايه؟ علشان اكون دقيق حوالي 6 أيام 7 أيام بس مش متذكر تحديدا، علشان بس كلامي مع حضرتك يبقى دقيق. ايه الدوافع اللي دفعته ان هو يبلغ؟ يعني ان هو كان بيتهدد زي ما حضرتك قلت من المتهم. والله يا باشا انا الموضوع ده بالنسبه لي اللي ساعدته هو اسرته، ان زوجته هي محفظه قران كريم ومن حفظت القران الكريم كامل، وان كان وجهة نظرها ان ربنا سبحانه وتعالى مخرج ما تكتمون، وان الموضوع لو ان كتم الشهادة ده بيعقبه اثم في القلب، وان الا ما اضطررتم اليه لكن ان الصدق منجي، وان يعني احنا كنا ماشيين بمنطق ان احنا عندنا يقين في الله سبحانه وتعالى ان الصدق هو المنجي، وان ربنا سبحانه وتعالى لازم هيعين ده. ولما رحنا للنيابة العامة وشفنا الناس على قدر الموقف بشكل اكتر من الموقف، فاحنا بقول ان النيابة العامة هي جند من جنود الله في الارض، علشان ايا كان الجاني ذو حيثية او غيره المجرم بياخد عقابه، واحنا في دولة قانون، وانا شاهد عيان ان على الواقع دي. هل كان هناك نية مسبقة للمتهم حتى يرتكب هذه الجريمة ولا مجرد مشاكل ولدت اللحظة؟ وفقا للثابت من التحقيقات ان انا كان دوري مع الشاهد، وفقا للثابت من التحقيقات ان وفقا للثابت من التحقيقات ان الشاهد على الواقعة ما كانش عنده علم، بس هو قال ان حصل السباب ده فيه تهديد وابتزاز من الطرفين، وان السباب ده كان بيتضمن
يعني ألفاظ خادشة للحياء العام وحاجات خاصة أفتكر إن إحنا نخليها في واقع التحقيقات. تمام. طريقة القتل الشاهد قال تم ازاي؟ طريقة القتل إن بالسلاح الميري الخاص بالزوج ذو الحيثية بعد المشادة الكلامية قام بضربها على رأسها 3 مرات، وبعد ضربها على رأسها 3 مرات فقدت الوعي، ونتيجة لده كانت لابسة مرتدية سكارف، فالسكارف ده تقريبا مسكها منه أثناء ضربها ال3 ضربات دول، وحدثت الواقعة وفقدت الوعي تماما بعد الواقعة دي، وإن الشاهد ما كانش شاف القتيلة وكان شافها من ظهرها. تمام. حضرتك تحدثت عن ان كان في اثار على ايد الشاهد. الآثار دي خاصة بأن هي أثناء محاولته الهرب بعد مشاهدته الجريمة، حاول ان هو يركب عربيته، ولكن المستشار هدده او الزوج ذو الحيثية هدده بالسلاح الخاص بيه، وقام بإغلاق باب السيارة على يده، وان ده كان ثابت والنيابة العامة اثبتته اثناء المناظرة. هل كانت هناك كاميرات مراقبة رصدت عملية القتل أو الجريمة؟ وفقا لشهادة شاهد الإثبات، قال إن الزوج ذو الحيثية ده قام بتركيب كاميرات مراقبة وخلاها بعد يومين من تاريخ الواقعة، وخلاها على الموبايل الخاص بيه تمام. علشان يتابع اللي بيحصل هناك، وكان بيؤكد للشاهد انه علشان عنده حصانة ان استحالة حد يقدر يخش المزرعة، وانه لو راح بلغ هم هياخدوه هو، وهو اللي هيبقى مسؤول عن الواقعة. لما النيابة العامة حققت في الموضوع تأكدنا ان ده استحالة يحصل. حضرتك تحدثت عن الشاهد ان الشاهد كان محتجز في الساحل الشمالي. كان الزوج ذو الحيثية ده كان مصمم ان الشاهد يتحرك من مكانه علشان هو الوحيد اللي شافه، وقال له انت هتبقى موجود هنا ومحدش هيعرف عنك حاجة، بس نتيجة لان الشاهد ده من خوفه من الموقف اللي حصل بلغ اسرته. هل كان بيهدده وقت احتجازه؟ كان بيهدد هو اثناء الواقعة نفسها بعد ارتكاب الواقعة، قام بتوجيه المسدس اللي ضرب بيه المجني عليها، و قال له ايه؟ قال له ايه؟ ايه قال له ايه؟ قال له هقتلك علشان انت الشاهد الوحيد عليا، انت الوحيد اللي هتجدني. كيف تم خفي الجثة داخل الفيلا؟ والله الجزء ده هو كان استنتاج من الشاهد، وفضل ان النيابة العامة هي اللي تتكلم فيه علشان انا كلامي فيه مش هيبقى دقيق خالص. تمام. هنشكر حضرتك جدا جدا، كتر خيرك شكرا كتر لحضرتك خيرك كتر المحاضرة. كتر خيرك، شكرا. أهلا شكرا أهلا متابعينا متابعي موقع بصراحة الإجباري في كل مكان. ده كان لقاءنا طبعا مع المستشار إبراهيم طنطاوي، محامي الشاهد الإثبات في قضية جريمة مقتل الإعلامية شيماء جمال، أثارت طبعا حالة من الجدل خلال الساعات الماضية. احنا دلوقتي وصلنا للنهاية. كان معكم عبد الله حسين، موقع بصراحة. إلى اللقاء.